تصريح جديد وآخر للصحفي السوري أحمد فاخوري مذيع قناة بي بي سي تريندينغ بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في دولة المجر، حيث نشر الإعلامي السوري أحمد فاخوري على صفحته الشخصية مقالا يكشف فيه عن قرب إعلان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون من طرف إدارة الفيفا، بعدما أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارها بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت خسارة درامية لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف ليفقدوا فرصة التأهل لمونديال قطر. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقى قبل فترة ردا رسميا من الفيفا بخصوص التظلم الذي قدمه ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفية كأس العالم بقطر بشأن طريقة إدارته للمباراة والأخطاء التي وقع فيها وأثرت على النتيجة. وأكد الفيفا في رده أن الأخطاء التي وقع فيها باكاري غاساما قد كانت انحيازية وأثرت بنسبة كبيرة على نتيجة المباراة، حيث كتب مذيع بي بي سي تريندينغ أحمد فاخوري بأن هنالك أخبار من مصادر موثوقة تقول بأن مباراة الجزائر والكاميرون ستعاد بملعب فيرينك بوشكاش بدولة المجر. لحد الساعة لا بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذا القرار. كلنا نعلم أن المنتخب الجزائري قد تعرض لمؤامرة تحكيمية كبيرة لتغيير مسار المباراة، سيأتي الوقت وتظهر الملفات للعلن وأمام الصحافة العالمية تثبت تورط الفاسدين في هذه المؤامرة القذرة. قرار الفيفا سيصدر في الأيام الموالية وسيحمل قرار إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في دولة المجر، وسيكون هذا القرار حياديا لأن الفيفا تلعب آخر أوراقها لضمان استقلالية قراراتها أمام العالم الرياضي وتجنب الفضيحة التي ربما قد تهز أركانها من جديد كما حدث في عهد بلاتير. الأمل لا يزال قائما ما دام الموقع الإلكتروني للفيفا لم يصدر أي بيان لحد اليوم.